وان شاء الله بربي نلقاو استديو ومكان صغير وين ندير هاد ليميسيون، وين تندير هاد ليميسيون. تبعوني صغار. استديو ان جالكسي بالابين كومبلي دعوة. تبعوني. استديو تروى كيف كيف قال لك كومبلي ما كاش الخدمة عليها. يلا. وقيل هنا نقدروا نخدموا باش الخميس هذه تجوز الحصه هذه بربي بقدره ربي. سلام سلام عليكم. هذه تلفزيون واحده ما قدرولهاش وحبوا يديروا ان دوزيام شان. مزيه عنده الحق هذاك اللي حبس والبروجي هذاك وما داروش لا دوزيام شان. اخر فريد باش عطاونا لي كاسيت هذوما 200 ورقه باش جبت هاد لي كاسيت. هبلوني راح نحبس راح نقطع حوايج حبوا يديروا لا بسيكاتري. لا لا صبر صبر صبر. أيها السادة والسيدات رانا في حصة جديدة خرجة جديدة فيها بزاف الخرجات فيها بزاف الاستجوابات. نبداو بالدحيدة. أنفا هذاك السيد اللي جانا مقسنطينة ودار دحيدة الرسوم المتحركة اللي شتهم في شتهم في الحصة اللي فاتت. لا لا اللي قبلها يدي إيت أمريكان تاع وولد ديزني لو ماتيريال جابوني إي لا كرياسيون إيت ألجيريان. تسمى من كل روضين من كل قطرين حاجة حاجة إكزاكتو مو شغلية. ألور شحال ريحتو أنتوما باش درتو هذاك الدحيدة اللي شفناه حنا في خرجة جديدة؟ ترو سومان ترو بون سومان. وليكيب اللي خدمت معاك سي دي بروفيسيونيل ولا سي لا بروميير فوا اللي يخدموا في رسوم متحرك؟ سي سكون ابيل دي جيني دي تالون كاشي. سي دي جون كل واحد عنده ان جيني كالكو بار. سما تالون كاشي. لا لا قراو كل واحد قرا اكسترا مي كوم ما قدروش يخدموا الخدمه هذيك حتى كي درت لابيل انا بجوني. سي ان ترافاي دو جروب. وتحيد هذاك ابار تحيد واش راح نديروا ولا لي زافونتور دي تحيد الوقتاش لي زافونتور دي تحيد ان شاء الله بعد رمضان ولا في نص رمضان بعد سافا ديماري سافا راكونتي تو سوسيال تاع توت الجيريان كيفاه ان الجيريان باسي فاكونس كيفاه عقب او بور دو لا بلاج لا جورني دو ترافاي تاعو ايتترا ايتترا لي سوسيال وان شاء الله ندخلوا سورتو اون فيسي دو فار دي كليب افيك دي غرافيزم جوستومون الرسوم المتحركه هذو اللي ديزاني مي الجرافيزم هذا سي با ماشي بزاف ما كانش بزاف هنا في الجزائر ولا يا با دو بواط سبيسياليزي في هذا الشيء وانتم كيفاش رحتوا لهذا الشيء هاي سيتي بار اكسيدون ولا انا ازار ولا ان شوا بيان ديتيرميني او بارافون لا سي ان شوا سي ان شوا باسكو ساعات كونت اون فو فير دي سكتش كونسيرنون لو سوسيال الجيريان فو دي لا ريشيرش على لو بيرسوناج سا برون بوكو دو تون اور كون سي دو جرافيزم كون يا ان جيني سورتو في لا مان دونك On peut accélérer le projet plus rapidement que. Ça qui fait chez le graphisme, c'est plus difficile que les clips d'Adlinder ou Hagdak normalement sans. Les clips, Hadja, les clips qui sont d'Adlinder, facile à faire. Bien sûr. Ça, en tout cas, qui fait chez le clip, vous n'avez pas réussi ou vous avez réussi, Hadja, les difficiles. Là, le clip, là, qui fait non. Le clip qui m'a fait Fouzi, par exemple, le départ et la fin a été fait en graphisme. Il y a un prochain clip qu'on va présenter où on verra un danseur avec une danseuse en graphisme. Ou chanteur Flouz. هي ما بعديش تحو نورمال هادي جامي دارت دير ابارامون نو يا ان كون افيو كو تول موند افيو سي تاع بولا وبدول انتوما رايحين ديروا حاجه جديده هنا في الجزائر جيسبر وي هذاك اللي دار الحيدة حتى جا مقسنطينة ما جاش وحده جا معاه واحد رابور عبد بيزار رابيد رابيد حنا ديما رابيد زوج حروف زوج كلمات ما يكونوش غير في البيت ماكش اوبليجي يبدل المشكل بيديك وانت خاطيك مخليك ديما مطيش عليك كل ما تروح تنسى وتولي هضرتي كلامي ليستوار تاعي باختصار تقسم افراحي ومشاكلي هيا خليني الراب ديال بلادنا بلا زرب ادار ولادنا قسمتيني انا جزائري ولا راني كان مخي قدامك ما سمعتش ناس زمان كلامك وكلامي راهو قدامك مفهوم يقص بك كلمات خرجي عن الطاقه هضر زايده ما نسمعهاش بغلطه ما عندي منقول في الخلطه راهي غلطات المادات فرغان وروح قدامك اشرح روحك وكلامك
متحبش دركك محمي في بلادك. الراب الراب واحد زوج زوج ثلاثة فهم الراب تاعي صح ما تفهموش بغلطة. احنا ديما رابيد اسمع مليح نديرو زودة قدام قدام وافهم الهضرة. كي نبدا نهضر بالراب الراب يسمعوا شوف واحسب وحاسبني إلا كنت ناقص بلا خوف. إلا عجبك دير كليبون راب هضرات ولا تحتاجها في الزربة فوزي هو أنا. شكون أنت العزيز؟ أنا فوزي من قسنطينة. دوبوي 89 احنا بون نخدمو في الراب مودرن. دلناه بالعربية ونا فولي ندخلو في الستيل هذا شوية. واش هو الستيل تاعك؟ همسي سولير طنطون دافيد ما ستيل اللي ديرو؟ ستيل تاعي بيرسونيل ما خارج من قسنطينة بعد. عطينا تشوف هدا راب ديال بلادنا بلاد زرب هضر ولادنا حياتنا نكمل الراب غير تاعنا المعنى في الكلام الهضره قدامنا في الراب اس واس فوزي لاباس في الراب اس واس عندهم احساس من الناس هضره مفهوم الساس ما عندوش اساس في عمار برفاس شرب عن مكاس فهم لي اس فوزي في الراب اسمه اس واس صافا نزيدك لي كاسيت عندك؟ عندي بريمير كاسيت بيان سور خرجت ولا مازال؟ باز انكور واش راك تسنى؟ باف حبي الساعه يخدم الكليب يعدي الساعه بيان سور كليب تاعك جاز ولا مازال؟ مازال او جبناه ليميسيون اخويا هادي عجبتنا فور الله يسلمك خويا ربي يعيشك صح انت سبيسيال شويه فاه اللوك تاعك عندك لوك سبيسيال لوك ساي مليح عجبك بابا الغنى واش دير؟ بون بروف دو دونس كوريغراف بيان سور في قسنطينة كاين بزاف كيما انت هكذا ولا غير وحدك؟ تعدي قسنطينة تلقاهم بالالف فور خلاص بكل تعرف وين بارك الله فيك خويا ربي برونشي روحك خويا في 300 فولت بارك تماك برونشي روحك حايلك في الوقت وين الناس طلعت للقمر احنا الناس يبعثونا براوات يقول لك علاش تهضروا بالقبيليه ناس قالوا لنا علاش تجوزوا وهرنا ناس جا قالوا علاش تهضروا بالباطنيه بالشويه والناس طلعت للقمر والمؤسف هو ان هاد الناس اللي بعثونا سيك قراو دونك القرايه تاعهم باش يديروها في حاجه تنفع البلاد يديروها في هذا وين قراو شكون اللي قراهم واش قراو غير ربي اللي يعلم القرايه كيما هذه يا ودي ما كامله حنا غير حطوها فوريان كيما قالوا ناس بكري اعطوا لي فاهم الله يجعلوا قرا حنا للناس اللي يجيو الضيوف الحصه جامي دوموندينا لهم لا كارت ايدونتيتي تاعهم جامي قلنا لهم وين زدتوا وين عشتوا جامي قلنا لهم وين زدتوا وين عشتوا وين تربيتوا وين كبرتوا يجوزوا ان طون كالجيريان بصفتهم كجزائريين مهما كانت الدشرة اللي يسكنوا فيها مهما كانت الولايه اللي يسكنوا فيها مهما كانت اللهجه اللي يسكنوا فيها ومرحبا بكم يا كل سر ما يتربى حتى الديف ما يتعاشر عبد المليح رجع يتخبى واللي قبيح ولا ضار لهاد الناس كاع بعزيز يغني طوفر جزيري طوفر جزيري بيدو ديما خبزة بيدو شكرا حليب بيدو شكرا حليب حياتو ديما دبزة ما عندو لا صديق ولا حبيب بوب جيري بوب الميزان هاك زيادة فوق لاطين بوب جيري بوب الميزان هاك زيادة فوق لاطين قعد يستناها في الليل قعد يستناها في الليل جارو ما خلاها تفوت هو اكثر منه قليل بوب جيري بوب الميزان هاك زيادة فوق لاطين بوب جيري بوب الميزان هاك زيادة فوق لاطين كاين عنكبوت حبيبنا ما حب يموت مع حبيبنا ما حب يموت ولا سق كعظم الحوت قاعد ناوي الدنيا بوب جيري بوب الميزان هاك زيادة فوق لاطين بوب جيري بوب الميزان هاك زيادة فوق لاطين مازال كاين داك العلف مازال كاين داك العلف اذا خلاص دولة تسلف وتسكت المجانية بوب جيري بوب الميزان
سيري حتى دوك باش تجي كنت نحوس على روحي وانت واش دخلك صافا ولقيت روحك يا المخد لقيت روحي ولا ما لقيتش روحي وانت واش دخلك ما تدخلش روحك كلتها بهمك خبره دمي لا تكمل هكذا يهب الغاشي روح لبسيكاتري روح دبر على روحك فريد هاو راح يدير استجواب مع واحد السيد واحد مغار صحيت كمال راني هنايا اليوم نستضيف واحد الفنان جاو من كوكب زهرة كما راكم تشوف رانا في غروت مارفايوز دعوة سونس فيكسيون غير الخلايا مرحبا بك معنا وعلى سلامتك سليمان شيخ الله يسلمك هلا خويا فريد واش راك بخير صافا الحمد لله كاش جديد جديد غير هو خويا فريد واش عندك شغله جديده عندي كاسيطه جديده درتها وراح نزيد شي واحد اخر خارج الوطن ان شاء الله البرودوي هذا مع من تعاملت مع من خدمت شكون نور الدين الغالي بعد مع نور الدين الغالي خدمته وكان كلش الاغاني تاعو على كل حال بارولي ميوزيك بارولي ميوزيك سيري فاتح واش جيت هنايا جيت باش نفوت في ليميسيون تاعكم ونحيي الجمهور شو قال كروان جيت وحدي كونتك ام هنايا وقت الزد وقت الزد 63 62 63 ولا 62 62 ما شوفوش تكذب علينا لا ما نكذبش سيليباتير سيليباتير راك متاكد متاكد واش راك ناوي دير الغنيه تاعك اللي مشات لها شنو هي بنت بلادي بنت بلادك شكون هي بنت بلادك هذه بنت بلادي البسكريه تعرف يا سير ضيف الحصه اليوم لافيتي دونور اليوم تاعنا فودات ستان غرون محي الدين بنطير سيت ان اونسيان روكور تاع بكري مدود على الفيس بريسلي وهو الاول اللي دار الديكور ولا السيكل تاع الاذاعه والتلفزيون الجزائريه دوك تشوفه محي الدين بنطير توي ستان غرون العزيز شكون الحاج بنطير هذا؟ ايبا بنطير بدا 56 قراصة فراوسان كنا نروحوا البحر وانا نغني لهم بالقيطارة جا فراوسان قال لي المدير تاع التلفزيون يحب لي جون ويعاون العرب وكاع هو جاك بودوس جاك بودوس كي شاف الغنى تاعي عجبوه قال لي من دبر عليك وليدي باسكو انت عندك تواسي لي ديكور تواسي لي جينيريك وعلى ما تدخلش لو ار تي اف تماك تعود انت تبرودوي كونسي شحال كان في عمرك؟ كانوا عندي 17 سنة هكذاك. تما في الاج دو 17 كنت دير ديجا لي ديكور كنت ندير لي ديكور لي جينيريك وفي 57 كنت نكتب لي زيميسيون لا في شونت ونغني درت غنية للتورا في الحبس نغني دارير لي بارو دو بريزون وكي جاو هي الغنية تقول في رمضان ولا في العيد لا خممتي عليا انا عليك بعيد اكتبي لي بريا في السخانة راني نشوف البحر كل يوم في منامي ما رانيش نكسر الاحجار ليك يا امي راني نغني يما امي ما خمي على المغبون المسكين يما امي ما اكتبي الرقم 1200 وكي جاو دوزيام بيرو يدوني قلت لهم سي شونسون جيل بربيكو مو جي في لي بارول انا غاب اي بالغنية جاز في التلفزيون جاز في لا راديو والقور ما مرقولهاش على ليبوك بيكو كان يغني ماري ماري اكري موا بلو سوفون ماتريكول 1200 وانا رديت غنية تاع التورا ومن بعد كنت ندير لي جينيريك او ار تي اف او ار تي اف قلت علاه 57 قلت علاه ماشي ار تي اف شكون اللي كان ديريكتور تاع او ار تي اف كان مسيو اودينو كان مسيو اودينو وجاك بودوس كان يواسي لي زيميسيون تاع في لا سال بورد تماك عرفت سيرج غانزبور عرفت واسمو ازنافور كان يجيبهم يغنوا في الجزائر وانا نقول لك صح سرقت شويه صنع على بودوس كان يدير لي زيميسيون ودرت لا بروميير ايميسيون هادي اون بلاي باك باسكو بكري كانوا يعطوا ميكرو وغاردابو يغني جيت انا جي لونسي البرومي بلاي باك بالعربيه جوست حسن سعيد موح سعيد وبالعيد درت اون ايميسيون سميتها لا في شونت انت هو لا بروميير شونسون تاعك وقت غنيتها لا بروميير شونسون تاع يما مويما كتبتها على ليميغراسيون سجلتها عند فيليبس في 57 57 اون 45 تور دابا بزاف بالروك بكري تسمى كنت ندير روك سي اون كوفرتور فهمني
كنا نخدمو في الجيتارة كانوا لي تراكت ونجوز لي باراج باش الكور يقولوا هذا في قلبه في تنتن سي بور مو سيتي اون كوفرتور. مع من غنيت كاع انت؟ مع من جزت كاع؟ غنيت مع داليدا في الماجيستيك، مع ماريا كونديدو، مع ريشار انطوني، مع فريدا بوكارا، انفا كاع لي كرون زارتيست فرونسي. وكي نجحت في برشلون ربحت لو برومي بري انو ابري لانديبوندونس كلاسيت لالجيري بروميير سور 80 ناسيون، سجلت بالسبانيوليه. و لامبريسارو تاعي قال لي نديك دير تور دو موند خاطر تغني اون عرب اون كابيل اون فرونسي اون اسبانيول. قال لي عندي كونطرا باش دير لو تور دو موند. جيت انا قلت له يسحقوني، خديت شهر كونجي من لاير تاعي فوق نولي. ووليت لبلادي باش واسيت لي ديكور تاع اهل الكاف، لي ديكور تاع بورتيما الله يرحمه هذاك البابور كورسير. Et j'ai produit des émissions, La Vie Chante, Rêve en Musique, ma Sid Ali Fernandel. Elle a dit que c'était après l'indépendance, 63, ma Sid Ali Fernandel, qu'on a joué aux jeunes. Ce matin, c'était un homme dans la foule. Roch la RS, je suis allé à l'extrême, je suis allé au décor, à Yagani. Et je suis allé à Hajj Mahfoud, les Algers, les Icosium, les Turkish Blend. Alors, donc, avec l'émission, je voulais faire connaître les jeunes, sur un club des jeunes. Et tout en pensant aux jeunes. Aux vieux aussi, aux les anciens. Tu as dit le sigle de la RTA, ex-RTA, RTV, RTA. Le sigle de la RTA, c'est que, d'ailleurs, tu as dit que c'était en 1957, on a l'indépendance, j'ai le roi, j'ai Safer, j'ai dit qu'on a dit un sigle, dit notre hack. كي وليت من الملاق كنت مع الكولونيل بوتلا، يما بوكو انكوراجي، قال لي يا وليدي بلوطار ما تندمش لي جيت، فهمني. ومن بعد خرجت لهم قلت لهم، قالوا لي حبينا نسي، قلت لهم ومخبي عنده 6 سنين. جبدتو كي شافو قالوا لي انت توحي وقتا درتو. قلت له شولي ما عنده شهاد كذاب. عيط لبوعلم تيلي سينما، قلت له بوعلم قول لهم وقتا درتو. بوعلم كان في دا هو، قال لهم والله في 57 وراهولي وكنت خايف عليه. ما نكذبش ابري لانديبوندونس عيط لابراهيم عزوز، زدنا خدمناها. قلت له انت تخطط مليح خاطر ستان طري بون كاليغراف، لونسينا لا ميتيو مع الساعه تاع لا ار تي ا. وابراهيم زاد يعني دالو ديغريساج ردوه يشعل. انا يا بو هلي ونا هذه السعادة، قلبي غالي فيه البركة، راني نضحك راني نغني عندك الحق، وعلى شو نبكي ولكن انت يا طفلة حرية مريتي وبيا يا بنية. قلتي لي نحبك نحبك طول عمري، عرفتيني فقير أدركتيني. لا 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 قدرتش نفي وما كلاش دي، قلبي راه منفي ما يعرفش حاجة. بكيتي هيام وعرف في الغرام، راه كي داك الحمام محترم. انا يا بو علي ونا هادي الصادق، قلبي غالي فيه البركة، راني نضحك راني نغني عندك الحق، وعلى شو نبكي. أنا يا بو هلي ونا هادي الصعادة، قلبي غالي فيه البركة، راني نضحك راني غني عندك الحق، وعلى شو نبكي. عندي أسماء وعندي الأرض، جزائر البيضاء ذات للورد، في
فيه لادي تساير بلاد المسك والعنبر وفيه زنيقة هان البحر. أنا يا بوهلي ونادي السعادة قلبي غالي فيه البركة راني نضحك راني نغني عندك الحق وعلى شو نبكي. ارجع زيدا ربيت وتربي عليها انت الكبيدة ديما 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 تبقى وحيدة. ليميسيون هادي ما عندهاش بيجي ما عندهاش اوتيل. اللي حاب يجي مرحبا به رحبوا به. بصح نقول لكم حاجة، يا الاوتيل يا بارك صوفيا يا الحمام يا القهاوي هكذا. سمعونا الله غالي، نتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله. دمتم على خير، صحيتو يا منعاش نهار الخميس بربي. سلام سلام عليكم. كنتم مع خرجة جديدة رقم 7، الأعمال التقنية فرق السينما للتلفزة، مسؤول الحصة عبد النور زيواني، ريجيسير أمين بكار، سيكريتير محمد أحسن قاضي، تركيب شتيمي دريس، تقديم على بالكم شكون، إعداد وإخراج كمال ديناميت، إنتاج أون تي في، فيفري 94. الأسبوع الجاي إن شاء الله، صح رمضانكم.